أرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم يرجى الانتباه. في اعتقاد خاطئ عند بعض الناس اتجاه الإدمان، إدمان المخدرات والكحول، يعتقدون أن مرض الإدمان هو مرض أخلاقي أو مرض بالتربية أو يعني عدم الانضباط بس بهالسطحية. لا، ترى المرض وايد أعمق من كذي. مرض يعني مو عادة سيئة، ولا والله مو متربي عدل، ولا مو دارس عدل، ولا مو متعلم عدل، ولا يعني شيطان، مو كذي، كلش مو كذي، ترى وايد أعمق من كذي. ولا سالفة صديق سوء، لا يوجد شيء اسمه صديق سوء في الإدمان، لا يوجد، هذه كذبة يتم خداع الناس من خلالها. هذه خدعة ديناميكية تستخدمها الأسرة من أجل الظهور والحفاظ على ماء الوجه من وجهة نظرهم. هم يعتقدون أن الإدمان سوء أخلاق، سوء تربية، فعلى هذا الأساس يقولون أن الناس الصبيان عيال إبليس أصدقاء السوء خربوا ولدنا اللي إحنا أصلا سوينا أخلاقه زينة وتربيتنا زينة وبيئتنا زينة، بس أصدقاء السوء هم اللي خربوا ولدنا. لا لا، مو صحيح، كلش مو صحيح. لا الأساس اللي أنتوا تعتقدونه أن الإدمان هو سوء أخلاق صحيح، ولا اللي قاعد تقولونه أن الناس خربوا ولدكم صحيح، هذا مو صحيح كلش. بكل بساطة، كلنا دخلنا المدارس، أول فصل دراسي تدش معاك جنطتك أول يوم بالدراسة، أي مرحلة، سمي المرحلة اللي تسميها، الطالع الصف، في بالصف الأول هذول شطار، واللي بالنص هذول نص ونص، واللي بالأخير هذول شياطين. أنا داش معاي جنطتي، منو ربعي؟ أنا وين أبي أقعد؟ بقعد مع الشطار اللي ساكنين زرار ومؤدبين ويقعدون كذي، ولا بقعد مع اللي بالنص اللي نص ونص، ولا بقعد مع اللي ورا اللي مايلين الكرسي ويحذفون طباشير على المدرس؟ قبل ما تعرفون طباشير، كفين الحين جيل ما يعرفون طباشير، طباشير بدال القلم كان ينكتب على السبورة. فالإنسان يختار من يبي يمشي معاه، ما تهمني هو، ما يهمني شلون تربى، ما يهمني شنو أخلاقه، هو يختار مع من يبي يمشي. فلا نلقي اللوم على الآخرين، ابدا لا نلقي اللوم على الاخرين. يرجى الانتباه، ممنوع ان نقول الناس خربوا ولدنا، هذا دفاع نفسي يعني ما نلتفت له حتى ونضحك عليه اصلا، لان ولدك هو اللي اختار انه يمشي مع هذه الفئه من الناس. لما يطلع بالهده، في ناس قاعدين عند المحول يمكن يدخنون، يمكن مو ملتزمين بالزي المدرسي، يمكن يقحصون، يمكن يسوقون سياره من غير رخصة قيادة، يمكن يشقحون الطوفة، هو اختار يمشي معاهم، ما طقوا على ايده قالوا له تعال مش معانا، هو انجذب حق هذا السلوك. فالمشكلة في الشخص، المشكلة بالمريض نفسه، وهذه أعراض مرضه من قبل الإدمان، من قبل التعاطي. لذلك مرض الإدمان هو قبل التعاطي مو بعد التعاطي، مو تعاطي المخدرات سوالنا مرض الإدمان، أبدا مو كذي. هناك أعراض منذ الطفولة تظهر على الإنسان، نتنبأ من خلال هذه الأعراض أنه قد يتعرض إلى الإدمان في المستقبل، خاصة إذا كان في تاريخ أسري، تاريخ عائلي، في شجرة العائلة يكون في أحد عنده إدمان كحول، مرض نفسي، شيء ممكن يكون عندك أحد عرضة للإدمان. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الموضوع مو مرتبط بالأخلاق، يعني مو يبطل مخدرات وتمشيه قاعدة بالدوانية عند ناس ملتزمين زينين شي نظاف، قاعدة معاهم تقول خاص بيحافظون عليه بيخلونه يصير زين، مو صحيح ترى كلش، ما له علاقة. كان عندي واحد أهل أجبروه يمشي مع ناس، تمشي معاهم علشان تبطل مخدرات، هذول هم اللي راح يضبطونك، مشى معاهم ويتعاطى ويقطر بعينه. يرجى الانتباه، بقول لكم شنو أقصد يقطر بعينه بعد الفاصل، خلكم معنا.
في قطرات للعين عشان إذا الحساسية يجي العين حمراء تقطرها. أعتقد يستخدمونها حتى الممثلين وكذي، لأن عشان إذا بيطلع قدام الكاميرا يقطر تكون عينه كذي شاطرة. فهو يتعاطى عينه تحمر يقطر يمشي معاهم ومسوي نفسه مؤدب، مسوي نفسه تمام، مسوي نفسه يعني. فقرروا إنهم يسافرون مع بعض بالسيارة، جروب كامل، مجموعة كبيرة سيارات، وهو شغال الريال. والريال عنده مرضين، عنده مرض تعاطي مخدرات وعنده مرض بيع المخدرات. وهو معاهم انتهز الفرصة انهم مو مجال مثير للشبهة، يعني مو شخصيات مثيرة للشبهة، ناس نظاف بسيطين زقال ما يشربون. فقال بس هذه الصيدة اني انا اضبط اموري، واتفق مع واحد بياع مخدرات عن طريق التهريب انه يقط له تاير، يعني سيارة بنشر، وراح اقط واحنا نبدل بنشر شي، راح اقط التاير وانت تيجي تاخذ التاير، انت يا اللي بتاخذ مني الكمية. وهرب معاهم بسيارتهم المخدرات اللي خلى الثاني يستلمها بالبر، ان التاير هذا ما منه فايده وتعبر شي قطه يعني. فالموضوع ليس ماكو علاقه. انا ادري ان في ناس الحين بيقولوا لي زين وين تاثير الجماعه بالتعلم، نظريات التعلم السلوكيه بالتعلم الاجتماعي، الموديلنج، البير بريشر اللي هو ضغط الجماعه. اي انا ادري ان في ضغط جماعه، بس ضغط الجماعه يتم عن طريق يعني اذا حطينا بينهم شخصيه شويه مزعزعه، لكن شخصية المدمن ترى مو مزعزعة، خاصة إذا ياك مدمن سايكوباث. هو شخصية متماسكة، شخصية مدبرة، شخصية مفكرة، شخصية صاحبة قرار. فهذا ما يأثر عليه ترى، لو تحطه بين 100 آدمي ما يأثرون عليه ترى، ما راح يقدرون يأثرون عليه، بالعكس هو يحوسهم. فاستخدم هذه الطريقة واستغل، والمدمن بالمناسبة من أفضل الناس، من أفضل الناس اللي يسيء استخدام الآخرين. فمو بهذه البساطة وهذه السطحية وهذه السذاجة نعالج ولدنا، مو كذي. طريقة ثانية للعلاج يستخدمها الأسر، يبا الله بالخير نخليه يبطل، نحبسه بالغرفة ونطلع هالسم الهاري من جسمه، وبعدها نزوجه بنت الحلال وتشودي عقل، تشودي عقل، وتروحون تبلشون بنت الناس فيه. كم بنت وكم أم كلمتني هل أزوج بنتي مدمن يعني مبطل هو الحين؟ أقول لها مبطل شكو صار له؟ تقول لي شهر. أقول لها لا، شهر مبطل؟ لا مو مال زواج، بس هو دش المستشفى وطلع. ما يهمني، هو لو في المستشفى يمنعونه أصلا من الزواج، يقولون له أنت ممنوع تتزوج مو أقل من سنتين تعافي بالبرنامج العلاجي بعدين تتزوج، مو تتزوج وأنت صار لك توك بعراض انسحابية. شهر شنو شهر؟ شهر للحين هو ما يعرف اليمرة من التمرة ترى، مثل الياهل. فما أروح أنا حملة مسؤولية زواج وألبسه يعني، ويقول لك لبسوه الثوب وهو سكر الزراير، ما ألبسه ثوب مو ثوبه وخليه يصدق نفسه ترى أنت ريال وقادر وأمورك طيبة وصار عمرك الحين 30-35 يلا بنزوجك لازم تتزوج ونشوف عيالك. هو ما يصدق خبر يروح يتزوج، هو يعتقد أنه بالفعل الزواج راح يعقله، غير صحيح. أو طرق ثانية أنه يبقى ولدنا مدام عاطل عن العمل ومدام ما عنده شهادة دراسية، خلونا يبا الحين فتشينا من الأعراض الانسحابية، شلنا السموم من جسمه، الحين ندرسه أو نوظفه، أو إذا عندنا فلوس وإحنا تجار نعطيه نضخ راس مال حقه ونخليه يفتح البزنس ماله، والله يجيب لي كراتين خمر يقعد يبيعها. إيش فيكم؟ مو بهذه البساطة، مو بهذه البساطة تتم عملية علاج الإدمان. عملية علاج الإدمان عملية علاجية علمية بحتة. فيرجى الانتباه يا جماعة، يرجى الانتباه على أحيانا، أنا أعتقد أحيانا أن عملية العلاج تكون يعني اتخاذ قرار علاج المدمن أصعب من اتخاذ قرار ترك المدمن، لأن العلاج يتبع خطوات لازم مسؤولة عنها الأسرة. العلاج مو بروحه المريض مسؤول عنه أو المصح مسؤول عنه، لا، عملية العلاج مثلث، المصح
المريض، الأسرة، هذول الثلاثة إذا واحد فيهم ناقص ما ينفع العلاج. يجيني مريض ما عنده أسرة، أوكي أفهم ما عنده أسرة، هو ماكو شيء، ماكو أحد بحياته متبرين منه متخلين عنه، هذا موضوع ثاني. لكن الأسرة موجودة قد تفسد العملية العلاجية بسبب قراراتها العاطفية الخاطئة. وما نقيس المدمن على أخوه طبيعي أو على ولد عمه الإنسان السوي أو على ولد جيرانهم اللي تعاطى فترة وبطل، تاب الله عليك، هذا موضوع ثاني. لكن موضوع المدمن كافلان وايدين قال لي كافلان يبقى أخوه كان يتعاطى معاه وبطل، إيش كثر تعاطى شهر شهرين بالسفر شرب معاه خمر وبعدين بطل وهذا كمل. إيه ما قيس على هذاك، هذا مو مقياس. فعلاج الإدمان، عملية علاج الإدمان عملية معقدة وعملية طويلة وتحتاج وقت وصبر ومجهود من الأسرة ومن المريض، ولا تتم بقرار كذي من ريال حكيم داخل الأسرة ياخذ قرار انه يزوج الولد ولا يقعده بالدوانية ولا يوديه الحداق ولا يوديه القنص ويظن ان هذه الطريقة المناسبة لعلاجه. لا، العلاج يتم داخل المصح. يعطيكم العافية.